هاي اخذوا البيتزا لليفل تاني. كل اللي بالمحل بصرخوا شكرا. هدول بدنا نعتبرهم آلهة الحب. اخي هذا بني آدم مبدع. صباح الخير واهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم هاي الحلقة عن الحب. قد يكون ظاهرها اني عم باكل ولا عن الاكل، لكن هي عن الحب. احنا في نابولي مدينة البيتزا في ايطاليا، اللي بحكي لك روما ولا فينيسيا ولا باريس ولا اي مدن من هاي المدن هي مدينة الحب، غلط. هاي المدينة اللي اخترعوا فيها البيتزا معناته هي اساس الحب. راح اخذكم في جولة اكل الشارع المجنونة من ايطاليا. بيتزا والباستا والاكلات الرهيبة كلياتها هون. جاهزين؟ خلينا نبدا. ورفيقي بهاي الحلقة راح يكون معنا صديقي عبد الله، يمكن تتذكروه من سلسلة الصين. اكلنا مع بعض اقرب اشي بالحياة، العقرب الحي، واليوم راح ناكل ازكى اكل في الحياة. اول شيء بدنا نعمل الصبح بدنا نفطر، واحسن اشي تيجي تفطروا اشي اسمه سفوياتيلا. هاي الاكلة شوفوا حجم، هي بتيجي زي المعجنات، شكلها خفيفة لكن مفعولها كبير. هاي الاكلة بتتكون من عجين رقيقة جدا على الوجه زي ما انتم شايفين، ومن جوا محشية جبنة الريكوتا مع البردقان والبيض والطحين، تعطيها طعم خرافي، تقيل لكن ايطالي اصلي وخرافي. فخلينا نجربها. يا سلام يا سلام يا سلام. يا اخي ايطاليا الحب. انا مش عارف اليوم شو بدي اعمل بحالي. هاي الاكله في منها نوعين، في النوع اللي هو بكون خشن، وفي نوع اللي هو الناعم زي الكنافه، في كنافه ناعمه وكنافه خشنه. فخلينا نجرب الناعم. الله عليكم. الشخص اللي قرر يحط البردقان في هاي الجبنه ما بعرف من وين جاب الفكره، بس يا اخي هذا بني ادم مبدع. عبد الله بضبط عيش عندك. انا بالعاده بعمل حلقات الاكل ب 10 دولار، هاي الحلقه بدنا ننسى ايش يعني فلوس، احنا في ايطاليا والفلوس مش مهمه. بونجورنو. تشاو. وبما انه الدنيا لسه صبح واحنا في ايطاليا وقدامنا يوم طويل من الاكل، فلازم هلا نروح نشرب لنا كاسة اسبريسو، القهوة الإيطالية اللي قدموها على أساس تكون واحدة من الأكلات اللي تعتبر من تراث العالم الإيطالي. هي لسه ما انقبلتش، بس على جميع الأحوال بدنا نشرب قهوة. طيب هون عندنا القهوة بتتقدم مع كاس مي. كاسة القهوة الإيطالية اللي هي بنشربها كل مكان، اسبريسو اسمها. لازم نبلل هذا الطرف، بعدين قنبلة بتضرب الجهاز العصب على 3 شربات. تخلص الكاسة تحطها تسلخ كاسة المي ونكمل نهارنا واحنا مصحصحين. وصلنا على بيتزاريا دا ميكيلا، هذا يمكن اهم محل بيعمل بيتزا في العالم، في المدينه اللي انصنعت فيها البيتزا اصلا. بيتزا مارغريتا بيقدم وبيتزا مارينارا. تدخل تعمل تجربه حياتك، اهم تجربه في حياه كل واحد، تجربه روحانيه، تجربه جميله، تجربه خرافيه. اجت اكلت فيه جوليا روبرتس في فيلم ايت براي لوف. You look like you're breaking up with the pizza. What's the matter? ولما توصل راح تلاقي كتير ناس بيستنوا برا، لأنه في كتير ناس بدهم يمروا بهاي التجربة الروحانية، فلازم تروح تأخذ رقم وتستنى ينادي على رقمك تقريبا بعد ساعة ساعتين. أونديشي إلفن. بعدين تدخل عشان تأكل البيتزا. Thank you.
البيتزا المارغريتا. مكوناتها بسيطة جدا. البيتزا المارغريتا عندنا صوص البندورة، في عليه الموزاريلا، وبعدين شوية ريحان. هاي الألوان طبعا مش صدفة، ما فيش شيء صدفة هون. الألوان هاي تمثل العلم الإيطالي، وسموها مارغريتا لأنه في يوم من الأيام إجت ملكة اسمها مارغريتا على هاي المدينة، واخترعوا هاي البيتزا لأجلها على لون العلم الإيطالي بالضبط. فبدنا نبدأ ناكل. هنشوف. رحبتي. هذا هو الدواء الحقيقي يا جماعة، الاكتئاب. شايفينه؟ مفروض الواحد لما يكون مكتئب بيروح على الدكتور النفسي، الدكتور النفسي بوصف له واحد بيتزا مارغريتا من هذا المحل. يا أخي طعم البندورة الفريش مع طعم الموزاريلا الأصلية، فيش إشي اسمه روميو وجولييت، فيش إشي اسمه ليلى وهداك شو اسمه، في إشي اسمه بيتزا وباستا. الزلمة اللي بيعمل العجين، والزلمة اللي بحط البندورة، والزلمة اللي بحط الموزاريلا، هدول بدنا نعتبرهم آلهة الحب. هدول هم المؤثرين، أثروا في حياتي والله لن أنسى لكم فضلا. ماما ميا. وكل هاي البيتزا بس بخمسة يورو. احنا رح نطلع من المحل بس قلبي ما رح يطلع. هذا الزلمة صانع السعادة الحقيقي والله. طب دخلنا شوارع المدينة القديمة في نابولي. أحلى إشي فيها الناس اللي معلقين أواعيهم بين العمارات، خرافي. إحنا جايين هلأ عشان ناكل بواحد من أكثر الأماكن شعبية والناس بروحوا عليه في مدينة نابولي. هلأ بتشوفوا. طب دخلنا على مطعم تراتوريا دانانيلا، هذا من أكثر المطاعم الشعبية، بالعادة فل المكان بيكون، لكن احنا جايين بوقت بكير فلسه فيش كتير ناس. الفكرة بسيطة، في عنا منيو لازم نختار واحدة من كل سيكشن موجود في القائمة، تاخدها إما ب 12 يورو بدون مقبلات أو ب 15 يورو مع مقبلات. بلشنا بالطبق الأول، نزلت الموزاريلا، بس الستارتر كرة موزاريلا على المظبوط. وإذا بنشوف خلينا نشوف اسمها الموزاريلا، واضح انها جدا فريش. الحليب ولا مية الموزاريلا لسه بتطلع منها، جدا واضح انها جوسي. خلينا نسلخ اللقمة الاولى. هاي الموزاريلا الاصلية، هون بلد الموزاريلا. هنشوف. اللي احنا بناكلها هذيك موزاريلا التقليد، ما بدك تعرف ايش يعني موزاريلا، بدك تيجي وتاكل هاي. وصل الصحن الأول اللي أنا طلبته. الصحن اللي طلبته هو باستا اسمها سيدانيني، اللي هي هاي الباستا مع البندورة والريحان وعليها البارميجانو الجبنة الإيطالية. كيف مكونات بهاي البساطة؟ كلها بندورة وباستا، بس كيف بيطلع منها هذا العظمة وهاي الجمال وهاي الطعمة؟ ما بعرف. يا سلام. طبعا كل ما حد يحط، كل اللي بالمحل بيصرخوا شكرا. طب طلب طبق شانبي مع الطبق الرئيسي اللي هو فطر مشوي. يعني لا يقارن بالشغلات الثانية اللي أكلناها.
بس very nice. Io ti faccio vedere la mamma com'è bella. طيب والطبق الرئيسي الثاني اللي نزلنا حسب جوجل ترانسليت انه هاي السمكة اسمها الانشوجة، فطلبنا انشوجة مشوي سمك. الله بطل عندي كلام خلص. يا منور فاتح لايف على انستغرام على اكاونت المحل. Tutti qua! Dolce, caffè e limoncello per tutti! Finestrotto! Grandi! القعدة في هذا المطعم لحالها بدون الأكل تجربة رهيبة، لازم كل واحد يجي على نابولي يجربها. كمية الأكل اللي أكلناها مش معقولة جوا، فهلا بدنا ناخذ لنا استراحة شوي بعدين نكمل تصوير. طبعا ناخذ استراحة مش يعني نوقف أكل، وإنما نيجي نحلي بالجيلاتو الإيطالي الأصلي. في هذا المحل اسمه مينيلا، نصحوني فيه كتير ناس على أساس عنده الجيلاتو أكتر إشي طبيعي وأكتر إشي زاكي، فبدنا ندخل ونجربه. اخذنا الجيلاتو الايطالي، بلد الجيلاتو واكيد اذكى جيلاتو موجود فيها. طلبت قهوه مع فستق، ودائما بحطوا على راسها من فوق شيء اسمه بانا اللي هي الكريمه. واو طعم القهوه، بتحس حالك عم تاكل قهوه بس بدل ما انك تشربها شرب ولا بتكون حبوب، تحس حالك عم تاكلها وهي كريمي وهي بتدوب في تمك، وهي بتحس الطعم كلياته متركز في هاي اللقمه الصغيره اللي انت بتاكلها. جرب الكريمه، هاي سر سعاده البشر. طب بعدنا في نابولي القديمة، مرينا من منطقة واضح انه بيبيعوا سمك، في اكثر محل بيع سمك، فليش ما ناكل سمك؟ خلينا نروح نجرب الستريت فود السمك. طب اجينا في نص السوق القديمة على محل نجرب هاي الاكلة الشعبية المعروفة جدا، تاخذ خرطوش وفيه شوية سمك مقلي. اسم المحل ريستورانت ديلا بيسكيريا أتزورا اللي حكاها هلا. بكون فيه كتير شغلات، في عنا اخطبوط، في عنا جمبري، في عنا سمك عادي، في عنا هاي السمك اللي بعرفش ايش هي اكلناها قبل شوي في المطعم، سلخ الليمون. السلام. خلينا نبدا بالاخطبوط. في عنا كمان جوا كالاماري، وفي الجمبري، يعني سمك مقلي زي اي مكان في العالم ممكن تاكله. 5 يورو very nice. الاكل الاخيره من فيديو اكل الشارع لليوم هي البيتزا المقليه. اجينا على محل اسمه ديماتيو، واحد من احسن 3 محلات بيتزا. هاي هي البيتزا المقليه، هي بيتزا وبتنقلها، في عندنا العجين بتنفرد، بنحط فيها الموزاريلا، بنحط فيها صوص البندورة، بنحط فيها الريحان، وبقليها جوا الزيت، وبقدم لك اياها بهاي الطريقه. ما
وان شو هاد؟ لازم نقعد مكان. شو هاد؟ شوربة جوا. هاي البيتزا اسمها بيتزا فريتا، البيتزا المقلية. من وين تتاكل بعرفش. ها؟ هاي اخذوا البيتزا لليفل تاني، ملوش دخل بالليفل اللي كنا فيه. مش طبيعيين. ما بعرف من وين جابوا فقرة انه يقلوا البيتزا. بيتزا يا زلمه، بيتزا تروح تقليها وزبطت معهم. يا زلمه حاسس معدتي، البنكرياس والكبد ماشيين في دين بعض وبيسووا دبشه، صف دبشه في معدتي. الله. على المجويز. هذا الاكل الايطالي. وهيك من شوارع نابولي القديمه نختم الفيديو تبع اكل الشارع في ايطاليا. ان شاء الله عجبكم الاكل واستمتعتوا فيه قد ما انا استمتعت فيه. صحيح بالعاده بنعمل سلسله اكل الشارع ب 10 دولار، بصراحه ما قدرتش اخليها 10 دولار في ايطاليا، كان لازم نفتح البودجت قد ما بدنا. وشكر كبير لصديقي عبد الله اللي كان معنا بفيديوهات الصين وهلا في نابولي، صورنا الفيديو مع بعض. اغلب التصوير الحلو اللي كان بالفيديو هو تصويره، فيعطيك العافيه والله. عافيك يا شيخ. اذا بدكم تابعوه على انستغرام هلا حتشوفوه على الشاشه. بنشوفكم بفيديوهات الاكل القادمه. لا تنسوا تتابعوني على انستغرام، عم بشارك هاي الفتره كثير شغلات جديده هناك. كثر الله اسفاركم. سلام. مرحبا انا ابن حتوته. اذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناه عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. تروح تعشى؟ يلا نتعشى. يلا والله جوعان. يلا.